أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها نرمين عن التواصل الاجتماعي وخصوصا خلال فترة الأعياد. مثل ما بنعرف يعني بشهر رمضان المبارك كل الناس صارت تعايد بعض، قليلا نشوف حدا يروح يزور حدا بهذا الوقت إذا ما كان من نطاق العائلة. الأغلبية صار بعيدوا بعض على التواصل الاجتماعي. صحيح. وهي المشكلة اللي صرنا نشوفها حاليا مشكلة كتير كبيرة. الناس هلا كلها صارت بتعايد بعض برسالة على إن كان على الواتس أو على الفيسبوك أو حتى بتعليق على بوست منشور. للأسف حياتنا صارت مقتصرة على التايم لاين اللي بينزل على طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر من هيك إنه هو هذا الجيل الجديد اللي عم ينشأ كل حياته متعلق بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح سلمى، قديش هذا الشيء بيزعل. دائما لما نحكي نحن عن الاعياد والمناسبات وشهر رمضان الكريم دائما نحكي عن اللمه الحلوه. صحيح. لمه العيله وكلها. لما اتذكر اجواء العيد لما كنا صغار قديش بنقول احلى، حتى اهالينا بيقولوا ايامهم كانت احلى، زيارات العيديه. صحيح. وقفه العيد، كل هاي التفاصيل يمكن للاسف نتيجه التكنولوجيا وتاثيرها بهذا الشق السلبي صار راحت هاي القصص الحلوه. ولكن احنا رح نحكي ضمن مساحتنا الحاليه عن قيم العيد وكيف فينا نحن نكرس هاي الحالة الحلوة بترسيخ العادات والتقاليد واللمة الحلوة الاجتماعية، وخصوصا بالنسبة لموضوع الطفل. وبسعدنا أكيد نرحب بالأستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في حماية الطفل والصحة النفسية. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. وأهلا وسهلا فيك. إن شاء الله هيك سنة خير ومحبة على بلدنا وعلى حضراتكم جميعا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ محمود. يعني دائما نحن بنحكي مع حضرتك هيك معلومات مهمه بتخص الطفل. اليوم عندنا صارت مشكله وفارضه نفسها بكل الاوقات اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي وتاثيرها على بيئه الطفل ونموه. اليوم كثير قيم يمكن ما يقدر يتعلمها الطفل ان كان من شهر رمضان المبارك، مثل ما بنقول اواصر المحبه، اللقاء، هذا كلياته هلا حتى عند الكبار اختفى. فمين بده يكون القدوة لهم؟ مين بده يعلمهم هذا الشيء؟ هلا للأمانة نحن بدنا نحكي على موضوع مواقع التواصل اللي هو موضوع يعني شائك جدا وبنفس الوقت خطير جدا، بس كمان بنفس الوقت اليوم نحن لما بنقول انه مواقع التواصل الاجتماعي هي خطرة نحن لازم نلغيها، نحن ما عاد نقدر نلغيها، خلينا نكون واقعيين. فنحن أول شغلة اللي نحن بدنا نتفق عليها نحن بدنا نعرف كيف نتعامل معها، تمام؟ ونعرف كيف نوجهها أو نستغلها بالطريق الصحيح، إن كان باتجاه تربية الطفل ولا إن كان المراهقين ولا إن كان التعامل على مستوى التواصل الاجتماعي مع جميع الفئات العمرية. بالنسبة للطفل اليوم نحن من هو صغير منشان نسكته بنعطيه الموبايل يبلش يشتغل فيه وبيلعب فيه، فما عاد فيك أنت تلومه، تمام؟ ما عاد فيك أنت تلومه لما هو يتمسك بهذا الموبايل أو بهذا الجهاز أو بالآيباد وأنت تقول له بعدين لا ما بيصير، أنت خلص يعني نعزلت عن هذا الموضوع. اليوم بقول المحور الأساس في هذا الموضوع هو الأهل. الأهل هن اللي لازم يكونوا عراب علاقة الطفل مع هذا الموبايل، كيف هن يشتغلوا على هذا الموضوع. للأمانة اليوم بنشوف الطفل إذا أنت بتتركه على الموبايل 24 ساعة هو ما عنده أبداً أي مشكلة، وممكن ينسى أهله وممكن ينسى حاله بنفس الوقت. يعني برأيي لازم تبدأ يعني خطة التعامل مع الأطفال بتحديد التعامل مع الموبايل وتحديد كيفية استغلاله لصالح هذا الطفل. اليوم نحن عم نحكي عن مشكلة التواصل، خلينا نقول بالأعياد نحن اليوم جزء كتير كبير من أفراد عائلاتنا وقرايبيننا ومحبيننا هو مسافر برا البلد. ما فينا نقول إنه والله وسائل التواصل الاجتماعي ما إلها دور، لا إلها دور أكيد يعني، ولكن نحن دور إيجابي. ولكن نحن كيف هلأ اليوم نحن ممكن نستغل هذا الموضوع ونعززه فينا؟ نبلش نحن نزرع بأولادنا يعني بمخيلتهم أنه في عنا بعض الأسس، ما بدي أقول العادات لأنه نحن أصلاً نحن هن عم يهربوا من كلمة عادات، في أسس نحن أسس عائلية نحن بدنا نمشي فيها، اللي هي كل يوم الصبح نحن بدنا نفوت ونعايد على بعض ونقعد مع بعض، كويس؟ هلا المسافر، حتى المسافر بدنا ندق له فيديو كول، اوكي؟ وبده يكون حاضر معنا بهي الجمعة. هلا هذا الموضوع ممكن يسبب له تذمر للطفل، انه هذا بالنسبة له هلا هو عم يخرج عن المألوف، ولكن هي قواعد، كويس؟ أنا اليوم هي قاعدة أساسية،
بكل المناسبات، عيد فطر، عيد أضحى، عيد فصح، عيد أم، عيد رأس سنة، ما في مجال. المعايدة هي وش لوش، المسافر بده يكون حاضر معنا حتى بالفيديو كول. قواعد هاي بدها تكون هي ممكن ترسخ نوع من أنواع الروابط الاجتماعية حتى لو كانت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. طيب في عادة يمكن الكل بيعانوا منها هي بالمناسبات، الرسالة اللي بتوصل للكل اللي بتكون هي الكليشة الجاهزة بالمعايدة أو رسائل صباح الخير. خلينا نحكي بالمعايدات، هي حتكون كل عام وانتم بخير أو عيدكم مبارك أو إلى آخره. كيف ممكن نحن نتعامل مع هاي الرسائل؟ نحن لازم نتجاهلها ولا لازم نرد عليها؟ هذا رح أقول لك شيء، هي يعني اللي عم يبعث هذا الموضوع هو من باب سهل على حاله، سهل على حاله يلا اكتب ورده وإلى آخره. هي بالنهاية ما بقول لك انه هي شغله صحيه، لا هي ما انا شغله صحيه، ولكن حسب كمان اهميه هذا الشخص. عرفتي علي شلون؟ يعني هو ممكن شخص كبير بالعمر مثلا يعني بعتها للكل، هي مش كثير عند كبار بالعمر. رح اقول لك شيء، اليوم انت فيك توصل له رساله لهذا الشخص على انه مدى اهميته بالنسبه لك، وانت كيف تعاملت مع الموضوع. يعني انا اليوم انا بالنسبه لي اذا انا بعثت لك رساله مجدوله مبعوثه للكل، ام انا مسكت تليفون ودقيت لك كيفك صباح الخير ان شاء الله كل عام وانت بخير، رغم انك بعثت لي رساله مثل ما بعثت للكل بس حبيت عايد عليك واقول لك كل عام وانت بخير، تمام، انت غالي ان شاء الله السنه الجايه بشوفك باحسن حال. يعني انت وصلت له اياها هيك مبطنه انه يعني خلص، يعني عرفتي علي شلون. اليوم لو كل واحد منا، نحن دائما متعامل بردود الافعال، هو بعث هيك انا برد له هيك، صح، وفي بعض الاوقات هو بعث هيك انا ما رح ارد له. لا 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 لا، انت جرب، يعني جرب دائما تكون مختلف يعني بردة فعلك، جرب تكون انك انت قادر انك انت تبلش بمعالجة هذا الموضوع. انت لما عم ترد عليه بهي الطريقة خجلته ما عاد يعني شوفي، برجع بقول لك اليوم نحن دائما في قواعد لازم تتعامل معها بكل التفاصيل. ممكن لما تغلط اول غلط انت لانك انت ما بتعرف، فانت لازم تنوه على هذا الغلط، وإن صار وتكرر هذا الغلط فأنت ممكن تحط احتماليات حسن الظن أنه هو بيعرف أنه هذا غلط بس نسي، فمو غلط أنك ترجع تذكر مرة ثانية، للمرة الثالثة صار لازم تأخذ إجراء أو موقف، يعني خليني أسمي لك يعني. هلا أنا بقول أحياناً أنه في بعض الأشخاص بيعملوا حيلة هي صغيرة كثير، ولكن بتحسس الشخص الثاني أنه أنت مختلف مهتم، أنه أنا بكتب اسم الشخص وأنا عم ببعث له الرسالة، يعني كل عام وانت يا فلان مثلا بألف خير وعائلتك، فهو بحس انه الرسالة موجهة له. يعني بعض هاي الأساليب قد ايه مهمة اليوم نحن ما نلغي الأسلوبنا بأي شيء، وخصوصا حتى يعني ولو بدنا نشارك أطفالنا بهذا الموضوع، أنه مثلا تعال نكتب سوى الرسالة لمثلا لهذا الشخص الفلاني، شو رأيك ممكن نختار له كلمات؟ هاي القصص حتى ممكن تخفف من مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي، شو رأي حضرتك؟ رح أقول لك شيء، اليوم الموضوع هو ما يتعلق بس بأنه يعني خليه يكتب. اليوم شخص موجود أضعف الإيمان بدي حاكي. أضعف الإيمان، أنا لازم أعمل صلة تواصل مباشرة. لازم أعمل صلة تواصل مباشرة. إن شاء الله كان شو من كان. يعني أنا اليوم قرايب موجودين زارونا أو زرناهم بده يحكي، بده يشوفني فيس تو فيس. لازم نحن نبعد قدر المستطاع عن موضوع كتابة المواقع التواصل الاجتماعي. إلا إذا حدا مسافر. تمام، قلت لك أنا حدا مسافر لا. عرفتي علي شلون؟ اما حدا موجود لا، حدا موجود بدك تمسك التليفون وتحكي، حدا موجود بدك تطلع معانا على الزياره، لانه هو ما عنده، هو خلص هو بالنسبه له بيعتبر نفسه انه انتم عم تاخذوا له من وقته، هو قاعد على الموبايل عم يشوفه عم يتصفح هو الى اخره، فانتم بالنسبه لكم انه انتم عم تاخذوا من وقته. لا لا لا، انت مشان تكمل في ضوابط لقعدتك على الموبايل حسب العمر، كويس، في ضوابط للطفل هي بدها تكون حسب العمر لهذا الطفل. انا اليوم بحددك ساعات، ان انت اليوم بدك تمسك هذا الموبايل بدك تمسكه ساعتين ثلاثة أربعة خمسة حسب العمر، هي اول شغله. ثاني شغله، شو انت عم تتصفح؟ تمام، هلا اليوم انت الدور الرقابي ما هو سهل، ولكن انت ضروري كثير تكون مفوكس تماما على شو عم يشوف، وكل شيء عم يشوفه لازم تساله عنه، كل شيء عم يشوفه لازم تساله عنه، ناقشه فيه، شو هاد؟ طيب
حلو. اليوم عم نشوف اليوم حتى في يوتيوبرية أطفال عم يعملوا حركات وقصص وحكاية. أنا بدي أسألك بتحبه؟ ليه؟ شو الشيء اللي حببك فيه؟ احكي لي، لأنه أنت بمجرد يمكن ما سألته سؤال واحد شو حببك، هو نفسه ما بيعرف شو يحببه، بس هو حب حب البيت، حب الحالة، حب الشكل، شكل الشعر، حب اللبس اللي هو لابسه، حب الحركات اللي عم يعملها. ضروري كتير أنت تنوه له أنه هو شو اللي حبه، لما هو راح يعرف أنه هو ما أنه عرفان شو جابك شو هو حببه. لازم تبقى تبلش تشتغل على موضوع التواصل معه، أنه أخي هذا الشيء اللي أنت حبيته هو محتوى سخيف، هو محتوى تافه، هو ما فيه أي إضافة، وتبلش تشتغل عليه. أما بالنسبة لموضوع أنه والله لازم تحسسه أنه هذا مو كل وقتك، وفي عندك أولويات تانية، القعدة مع العائلة، التواصل مع أفراد العائلة، التواصل مع الأقران المحيطين حواليك، ولازم تعوض له عن يعني عن السوشيال ميديا بالحقيقي. اليوم أنا بدي نزلك تلعب برا، بدي نزلك تلعب مع رفقاتك بالحديقة، بدي تقعد تدرس، تقعد تقرأ كتاب، كتير مهم أنك أنت تشتغل على هذا الموضوع. أما مثل ما قلت لك يعني يمكن احنا استطردنا شوي، أم نرجع لموضوع اللي هو فكرة أنه أنا لما بدي يعايد، لما بدي يساهم في معايدة، شخص موجود بده يكون حاضر، ما في مجال، لأنه أنت إذا أعطيته هذا المد هو هيجي يوم من الأيام هو نفسه من الغرفة الثانية حيعايدك على الموبايل. هذا إذا عايدك. دائما بنقول للطفل هو بيئة خصبة، يعني شو بنزرع فيه من سلوك، يعني بترجم هذه السلوكيات بالمستقبل. فالأطفال اليوم برأيك كيف ممكن نحن نتعامل معهم؟ كيف فينا نرجع هيك نحسسهم بجو العيد؟ شو الشغلات اللي لازم كل الأهل إنه يحرصوا عليها إنه طفلهم يسويها، يعني أفعال أو سلوكيات يقوم فيها خلال العيد؟ قلت يعني لحضرتكم قبل شوي، نحن في أساسيات نحن لازم نزرعها بطفلنا بشكل دائم، ما لازم نحن نطلع عنه، ونحن ما نحن بدنا نكون قدوته. انا ما فيني اقول له لا تقعد على الموبايل وانا بقعد قدامه على الموبايل 10 ساعات ببساطه. فانا اليوم لما انا بدي اطلب منه انه هو يكون عم يلتزم بالعادات والتقاليد، او خلينا نقول اسس تواصل افراد العائله مع بعضها، فانا لازم اكون اول واحد عم مارس هذا الموضوع. في بالمناسبات والاعياد لازم يشوفنا من البداية ونحن عم نلتم عيلة مع بعض، وحتى المسافرين نحن عم الموجودين ملتمين على صفرة واحدة في العيد، على الفطور، على غدا، أول ما يفيقوا الصبح بيعايدوا على بعض، بيسلموا على بعض، بيبوسوا بعض. وبنفس الوقت حتى المسافرين وهن المجتمعين بيدقوا للمسافرين إن كان واحد أو اثنين بيعايدوهن. الزيارات العائلية لازم يحضرها حتى لو ما بيحبوها، غالب الأطفال ما بيحبوهن، ما بيحبوها، بدي أخذه، بدي اخذه، لازم يعرف انه انا فيني ناقشه بهذا الموضوع، انا بعرف انك انت بتحبها، او انا بعرف انك انت ما بتحب هاي الزيارات. حبيبي ما اختلفنا وانا بفهم هذا الكلام، ولكن هي عادات وهي اصول نحن لازم نعملها، لازم يتعلم الاصول، اصول تواصل مع الاقارب، اصول تواصل مع المعارف واصدقاء العائله. ويعني لازم من البدايه اني انا برر له هذا الموضوع، حتى لو هو ما حبه لازم اني انا اوصل له انه هذا الشيء حتى لو ما حبينا نحن لازم نقوم بهذا الموضوع. حتى عفوا المكالمات الجماعيه اللي بتصير على الفيديو، انه لا خلي مثلا الاهل يطلبوا من الولد انه يكون موجود، نحن مثلا بدنا ندق لفلان الفلاني برا البلد بدنا نعايده مثلا. تماما، هذا هو قلت لك، يعني حتى لو كان هو مسافر برا البلد فهو لازم يحضر هذا، يعني لازم يحضر هذا الكلام، ولازم يحكي معه ويعايده، يعني ويعني ويقوم بواجب المعايده لو كان شو من كان. اكيد استاذ محمود، يعني قبل ما نختم حديثنا هيك، خلينا نقول اليوم نحن داخلين على شهر، هيك خلصنا شهر رمضان المبارك، داخلين على عيد الفطر. هي العادات أو خلينا نقول المحبة اللي تعودناها وكنا عم نشجع عليها خلال شهر رمضان المبارك، اليوم كيف قادرين نحتفظ بهي العادات وخصوصا مع الأطفال؟ اليوم هي أزمة، اليوم العائلة كلها تكون مجتمعة، تعودوا على نسق معين، شوية روحانيات بشهر رمضان، خلص عيد الفطر نرجع مثل ما كنا قبل بوقت. هذا شيء كتير مهم ولازم نحكي عنه. يعني حقيقي هذا الكلام. هلا اليوم نحن اليوم عم نشتغل على موضوع يمكن هو اعم واشمل من العيد، عرفت علي شلون؟ هو اعم واشمل من العيد. الموضوع ما فينا نقول انه يلا لازم اشتغل على الطفل كيف يتعلم العادات والتقاليد، كيف يعيد بمناسبه بالاعياد وننسى باقي الايام. صحيح. اليوم هي اسس، هي اسس تواصل مع العائله طول العمر.
فانا اليوم لازم لما اشتغل على الطفل لازم اشتغل عليه من البدايه انه في اساسيات اللي هي التواصل مع الاهل، اللي هي الفطور، القعده، الغداء، كيف نحن بنقعد مع بعض، ولما نكون قاعدين على الغداء ما كل واحد ماسك موبايله وقاعد عم يحكي وقاعد عم يبعث. هي تفاصيل صغيره بس نحن دققنا فيها كثير منيح رح تعمل فارق كثير مهم. اليوم بتلاقي كل اللي قاعدين على نفس الطاوله على نفس الوجبه الاربعه ماسكين موبايلاتهم ما حدا عم يحكي مع حدا. فانا برجع بقول لك نحن اليوم قبل ما نلوم الطفل لا نلوم حالنا الاهل. انا قلت لك شو بزرع اليوم انا طفلي، الطفل من عمر 3 شهور ببلش يقلد يشوف شو عم يشوف، يعني شو بشوف قدامه ببلش يعمل ويقلد. فما فيني لومه انه انت ماسك طول الوقت موبايلك وانا نفسي ماسك موبايلي قدامه. فنحن بنبدا من نفسنا الاهالي، الاسس والقوانين هي ما عم اقول انه والله هي عسكريه لا، بس هذا نظام بيت. انا اليوم نحن على الوجبات لازم يكون نحن كلياتنا مجتمعين، ما في موبايلات الا للضرورات لانه اليوم في ضرورات، في عنا وقت مخصص ان كان يومي ولا نخليه اسبوعي، يعني كمان بدنا نقول في ظروف حقيقيه، ولكن خلينا نقول في التوقيت العطلة اللي فيها كل الناس في توقيت اسبوعي لازم نعم. هاي العائله تجتمع فيه مع بعض تحكي نعم بس صحيح. تحكي مع بعض يعني. بدنا نشكر كثير وجودك معنا لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتنا اياها، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير مره ثانيه.